قال يوسف سالم رئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى شركة AIQ أن الشركة تستهدف مزيدا من التوسع في الخليج وشرق آسيا ضمن خططها للتطور والنمو إقليميا وعالميا وتسريع التحول الرقمي في قطاع الطاقة. توسعاتنا حاليا بتنضم بشكل كبير على مجلس التعاون الخليجي زائد جنوب شرق اسيا. ده اللي عملناه الفتره اللي فاتت وده اللي احنا مكمل فيه. طبعا ادنوك النهارده عندها شركاء شركات بترول من حوالين العالم كله اوريدي مشاركين مع ادنوك النهارده، اوريدي موجودين في الحقول بتاعه ادنوك، واحنا منتجاتنا حتى داخل ابو ظبي اوريدي مش بس بتخدم ادنوك بل بتخدم كل الشركات الشريكه دي كمان داخل ابو ظبي. فاحنا ان شاء الله طموحاتنا كمان نفس الشركات اللي من حوالين العالم كله سواء في اوروبا في اسيا في امريكا اللي النهارده بتستخدم منتجات AIQ داخل ابو ظبي تاخد المنتجات دي كمان وتستخدمها في عملياتها الدولية في دول أخرى كمان.